في عالم من التحدي يلين الصلب أمام الإرادة ويواصل المصريون كتابة التاريخ. قبل آلاف السنين كانت البداية، يوم حفظ المصري للأرض هيبتها وللإنسان عطاءه وللتاريخ ذاكرة لا تمحى. اليوم وليس بعيداً عن المكان، قرب أهرامات الجيزة، هذه الصروح الخالدة ينهض صرح جديد. بلاد تصنع قادتها وتحاكي قدرها. يختلط الحماس بعرق المصريين، صناع اليوم استمرار لصناع الأمس. الهدف والفكرة، الفن والحرفة، وقريبا سيحتفي بهم البهو العظيم. على مساحة 500,000 متر مربع جنوب غرب القاهرة أقيمت دعائم المتحف المصري الكبير. وضع حجر الأساس في فبراير عام 2002، واستمرت دراسة المشروع ووضع تصاميمه الأولية وإزالة العوائق الطبيعية للمشروع 3 سنوات، شملت التحضيرات اللازمة لبدء عملية البناء والتشييد التي بدأت في مايو عام 2005. لم تكن عملية تنفيذ هذا المشروع الضخم سهلة ويسيرة. في ظل المعترك الخطير الذي مرت به مصر والمنطقة من تكالب أعدائها لتدميرها وسلب خيراتها وطمس هويتها، فبعد فترة قصيرة من بدء تنفيذ المشروع تلكأ العمل وتوقفت عجلة البناء في مرحلة وقفت فيها مصر على مفترق طريق، أن تكون أو لا تكون. لكن عزيمة المصريين ما فتئت تستمد قدرتها وطاقة انبعاثها وديمومتها من واديها الخصيب، حضارتها ونيلها الخالد. لقد حان انبعاث ماردها. استحضر المصريون تعاويذ مينا، سنمو، سوزر، سنفرو، خوفو، ددف، حور ددف، خفرع، منكاورع، أوناس، منتو حتب، أحمس، أمن حتب، تحتمس، رمسيس، وتوت عنخ آمون، وكل حماة النيل. لتنبعث إرادة مصر قيادة حرة من عزم ماردها وحاميها الأمين جيش مصر العظيم. إنه وفاء الأحفاد للأجداد، وحانت ساعة إكمال المسيرة، مسيرة آلاف السنين التي بدأت ذات يوم من هنا وشاء لها القدر أن تجتمع مرة أخرى هنا، شاخصة شامخة يحتفي بها المكان احتفاء يليق بعظمتها. ولما لهذا المشروع من أهمية تاريخية ووطنية، فقد أولت القيادة السياسية في مصر وبشكل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً، وتكلف وزارة الآثار المصرية بإكمال المشروع
وعدم توقف العمل فيه تحت أي ظرف من الظروف لإنجاز هذا الصرح الثقافي الذي يعد من أهم المشاريع الثقافية على مستوى العالم. الزائر لهذا المتحف يرى أن تصاميمه مستوحاة من روح وهوية الحضارة المصرية. فواجهة المتحف من الرخام ترتفع 5 طوابق بارتفاع الهرم الأكبر خوفو، وهي ذات دلالات هندسية اعتمدت شكل المثلث الذي ينقسم إلى مثلثات أصغر وفق تقسيم رياضي لا نهائي في دلالة رمزية لشكل الأهرامات المصرية التي تمثل رمز الحضارة المصرية القديمة. وجاء حائط الأهرامات مكملاً لواجهة المتحف كجدارية فنية من الرخام بذات الروح والدلالة التاريخية التي تستوحي من رمز الهرم المصري مثلثات هندسية تزين المكان وتدخل إلى نفس الزائر من الوهلة الأولى الشعور بهيبة وقدسية المكان. البهو الرئيس يتوسطه الدرج العظيم بارتفاع 25 متراً ينتهي بواجهة زجاجية تطل على إهرامات الجيزة 3 خوفو، خفرع ومنقرع. على مساحة 32,000 متر مربع داخل المتحف المصري الكبير أنشئ أكبر مركز لترميم الآثار في العالم. يضم المركز قسم استقبال الآثار ومنطقة المعامل التي تضم عدداً من معامل الترميم أبرزها معمل الأخشاب ومعمل الأحجار ومعمل الخزف والزجاج والمعادن ومعمل المياوات. كما يضم المركز مخازن لحفظ الآثار مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات لتوفير بيئة محمية بعيدة عن الأجواء والمتغيرات المناخية التي تؤدي أحياناً إلى تضرر وتلف بعض الآثار، وهو أفضل مكان للحفاظ على آلاف القطع الأثرية الفريدة. عشرات المرممين في عمل دؤوب يعيدون عجلة الزمن لأعمال وأدوات ومقتنيات مرت عليها آلاف السنين. يثبت فيها المرمم المصري الحديث أنه استطاع بتوظيفه تقنيات الفن الحديث ومعرفته بتاريخ وفلسفة الفن الفرعوني أن يكون امتداداً للفنان والمرمم المصري القديم، وأنه بمهارته وحرفيته يستطيع أن يعيد لهذه القطع والأعمال الفنية جمالها وروعتها لتعود ابنة يومها مهيبة حاضرة البهاء كأننا نتلمس بها دفء أنامل صانعها القديم. خصصت 12 قاعة كبيرة للعرض، منها قاعتان للملك توت عنخ آمون ومجموعته النادرة التي تتكون من 5,000 قطعة أثرية من ملابس ومقتنيات ملكية، والتي تعرض لأول مرة مجتمعة منذ اكتشافها في وادي الملوك عام 1922. Thank you.
من بين آلاف القطع الأثرية التي تم نقلها إلى المتحف المصري الكبير، عجلة الملك توت عنخ آمون، وهي إحدى القطع الأثرية المميزة للملك توت، التي قامت وزارة الآثار بتغليفها ووضعها في أربعة صناديق، ونظمت لها مراسم توديع تم نقلها من المتحف الحربي إلى المتحف المصري الكبير. وسط حراسة مشددة من قبل القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وعند وصولها المتحف الكبير نظم لها استقبال رسمي حضره وزير الآثار ومحافظ الجيزة والدكتورة نادية لقمة أستاذة الآثار، التي نجحت في تجميع هذه العجلة وترميمها وإعادتها إلى طبيعتها في جهد استغرق 9 أعوام. كان قد عثر عليها مفككة داخل حجرة الكنوز من بين 6 عجلات تم العثور عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون على يد عالم الآثار هوارد كارتر عام 1922. وقد حظيت العجلة الفرعونية التي تجرها الخيول باهتمام قادة وملوك مصر القديمة، وخلدها الفنان المصري القديم في العديد من اللوحات المرسومة على جدران المعابد والمقابر، وأولها المؤرخون والآثاريون اهتماماً كبيراً لأنها تمثل رمزاً من رموز القوة وآلة الحرب المثلى والأكثر تقدماً في عصرها، حين أضافت إلى صنوف الجيش المصري سلاح العجلات الذي قلب موازين القوى أثناء الحروب لصالح قدماء المصريين. وعثر على نوعين من هذه العجلات، عجلات حربية وعجلات للصيد. وقد تميزت هذه العجلات بخفة وزنها ومرونتها أثناء الحركة والدوران، ونوع الأخشاب والألياف المصنوعة منها المدعمة والمربوطة بالجلد والمغطاة بالكتان والكس، وطريقة صناعتها التي أعطتها القدرة على تحمل الأوزان الكبيرة وامتصاص الصدمات ومنع اختراق السهام وتحمل ضربات السيوف والبلاط، ومنحتها سهولة المناورة بخفة وليونة ومجارات سرعة الأحصنة حتى سرعة 70 كيلومترا في الساعة دون أن تنقلب، مما يؤكد براعة مخترعيها. الملك الفرعون رمسيس الثاني هازم قراصنة البحار، ثالث فرعون من حكام الأسرة 19 وأعظم ملوك وادي النيل، له قصتان مثيرتان: قصة موميائه وقصة تمثاله. أما قصة موميائه
التي اكتشفت عام 1881 ونقلت إلى المتحف المصري بالقاهرة، فقد لاحظ علماء الآثار عام 1976 ظهور فطريات على مومياء الفرعون، ما استدعى إرسالها إلى فرنسا لمعالجتها من التلف الذي قد يصل إلى كامل المومياء. وبسبب القوانين الفرنسية التي تحتم على كل من يدخل أراضيها حياً كان أم ميتاً أن يدخل عبر جواز سفر وتأشيرة، أصدرت السلطات المصرية آنذاك جواز سفر للفرعون باسم رمسيس الثاني، مواطن مصري، الصفة ملك مصري سابق. في أيلول أما تمثاله الذي يبلغ 11 متراً تم العثور عليه عام 1820 في معبد ميتراهينا في الجيزة قرب منفيس، وكان في 6 أجزاء منفصلة من حجر الجرانيت، بقي في المتحف المصري حتى عام 1955 حين أمر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بنقله بعد نجاح عملية ترميمه إلى القاهرة ووضعه في ميدان باب الحديد الذي سمي فيما بعد باسمه ميدان رمسيس. انتصب هذا التمثال الذي يبلغ عمره 3200 عام في أهم ميادين القاهرة 51 عاماً، معلماً من معالم المدينة وحضارة مصر القديمة التي كانت من أعظم الحضارات التي علمت الإنسانية معنى التمدن فكراً وفناً وأسلوب حياة. بسبب وجود تمثال رمسيس في ميدانه الذي يعتبر من ميادين القاهرة المكتظة بحركة السيارات والقطارات، ولحماية التمثال من التلوث البيئي الناجم عن ذلك، تم نقله عام 2006 إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة ليكون تدشيناً لبدء العمل في المتحف. تميزت عملية نقله من ميدان رمسيس إلى المتحف الكبير بإجراءات استثنائية بسبب ضخامة حجمه ووزنه الذي يبلغ 83 طناً. قبل نقل التمثال تطلبت العملية تسوية للطريق على طول خط سيره وإجراء تجربة على كتلة تزن 83 طناً من الخرسانة لاختبار وزنها على الطريق ودراسة سلامة نقله بشكل أفقي أم عمودي، كما تطلبت عملية نقل التمثال سيارتين كبيرتين تسيران ببطء لتفادي أي أضرار قد تلحق به أثناء نقله. اخترق تمثال رمسيس ترافقه قوات من الجيش والشرطة شوارع القاهرة والجيزة وسط حفاوة المواطنين المصريين بمتوسط سرعة بلغت 5 كيلومترات في الساعة، قاطعاً مسافة 30 كيلومتراً إلى محطته التالية في المتحف الكبير في الجيزة. ليبقى 12 عاماً شاهداً على مراحل مختلفة من تاريخ إنشاء هذا المتحف من تعثر وتوقف وانطلاق، وشاهداً على تاريخ مصر الحديث. في 25 يناير من عام 2018 تم نقل تمثال رمسيس الثاني من مكانه في المتحف الكبير مسافة 300 متر إلى البهو الرئيس وسط احتفال رسمي
حضره مستشار رئيس الجمهورية ووزراء الثقافة والسياحة والآثار وعدد من السفراء ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس وعدد من المحافظين. لينتصب تمثال رمسيس الثاني على أول الدرج العظيم بمدخل المتحف الكبير، وليكون أول مستقبل للزائرين وشاهداً على التاريخ. وفي مرحلة عتت فيها الصعاب واشتدت التحديات، عزمت مصر على إكمال مسيرة البناء التي بدأها البناة الأولون على هذه الأرض صروحاً للمجد ومنارات للثقافة والفكر قبل آلاف السنين. تنتظر مصر والعالم عام 2020 على بعد أميال من أهرامات الجيزة احتفالية افتتاح هذا الصرح الكبير لبوابة تعود بالزمن آلاف السنين، شاهداً على عصور رسمت معالم نهضتها فناً وفكراً ومنهج حياة، يقف أمامها الحاضر مندهشاً من عظمة صناعها، ويشمخ المكان مهيباً بأم الدنيا وملهمة التاريخ، يقول هنا مصر.